بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ دريم. وحشتوني جدا جدا، يا رب حضراتكم تكونوا بخير ويكرمكم ان شاء الله. وان شاء الله البرنامج النهارده هقدم لكم فيه وصفه بسيطه جدا، اللي هو بسكوت الجزائيه. وزي ما اتفقنا على الفيسبوك، هانت عشان الناس اللي هي زعلانه ومتضايقه، هانت طلباتكم اوامر عندي، ببديكم عن اي حد وعن اي حاجه في الدنيا. عمري في حياتي ما بصيت لماده، عمري في حاجه ما بصيت غير خدمتكم، والله يشهد عليا الله وبقسم لكم على الهوى، انتوا قبل اي حاجه. حتى لو كانت 10 دقايق وباخد فيها ملايين، اشتغل 3 ساعات وبفلوس اقل جدا، المهم ان اديكم وقتكم واديكم حقكم. فهانت وانتوا فاهمين عليا انا عايز اقول لكم ايه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الجزئيه. البسكوت دوت نوعية حلوة قوي. المكنة دي متواجدة دلوقتي، مستو برضو زي ما اتفقنا، الصينية بتتباع منه فيها كام واحدة كده بأسعار غالية قوي. علم ان عجنته بسيطة جدا، عجنته قريبة شوية لبسكوت اللانكشاير، وقريبة شوية للعجنة بتاعة الباستا فلورا. ملناش دعوة بالكلام ده، انا هنزلكم المقادير بالكوباية وهقولها لكم عليها بالميزان، ونبقى عارفين الدنيا فيها ايه. واحدة واحدة مع بعض هنعمله. شيف محمود احنا هنعمله ازاي؟ المكنة مش غالية زي مكنة الوافل، الحاجات دي نزلت الصين نزلتها، وهنقدر ان احنا نعمله، ولما نشوف شكله هنبقى سعدة بيه جدا، ونحب نعمل حاجة زي كده زي ما اتفقنا في المناسبات اللي هي بتبقى بحب ست البيت تكون مميزة فيها. تقدم حاجة، احنا عارفين بقى صلاة القرابة، خطيبة بنتها، خطيب ابنها، العلاقات الانسانية الموجودة ما بيننا دي. مقاديرنا ايه؟ نزل مقادير كده يا استاذ عبد اللطيف ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض ان شاء الله. مقادير بتاعتنا عبارة عن اتنين بيض، وبعد كده عندي كوباية نشا، كوباية المعيار، كوباية المعيارية، عشان تبقوا عارفين يا جماعة لما تلاقوا أي وصفة في أي حتة، إما يقول كوباية هي الكوباية المعيارية هتلاقي مكتوب عليها 1 كوب، يبقى 2 بيض، هنشيل كلمة كوب وهتبقى 2 بيض. كوباية نشا، كوباية سكر بودرة، نص معلقة، 200 جرام زبدة. لا طيب معلش، وقفل المقادير ديت عشان هي مكتوبة غلط، عشان بس ما يتلخبطوش، شيل المقادير دي خالص. بصوا يا جماعة اكتبوا معايا كده، هنضيع دقيقة فين نكتب المقادير ونبقى عارفين الدنيا فيها ايه. خلاص بالراحة كده مع بعض. عندي 2 بيض، كوباية نشا، كوباية سكر بودرة، 3 كوبايات دي اللي هي الكوباية المعيارية، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة فانيليا، رشة ملح. هنيجي نقول بقى بالجرامات، يبقى 100 جرام سكر بودرة، 100 جرام نشا، 300 جرام دقيق. خلاص 2 بيض، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره فانيليا، ورشه ملح. نقول تاني، احنا ورانا ايه؟ المقدار 2 بيض، 3 كوبايات دقيق، كوبايه نشا، كوبايه سكر بودره، 200 جرام زبده. اتفقنا؟ ربع معلقه صغيره نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره فانيليا. لما نيجي نحول جرامات، يبقى 300 جرام دقيق، 100 جرام نشا، 100 جرام سكر بودرة، 2 بيض، 200 جرام زبد. ونشوف الدنيا فيه مع بعض كده، ونشوف هنعمل ايه. بنيجي على العجان او على المضرب، حاجات دي طبعا متواجدة. القصة بتاعتنا اللي احنا عارفينها، ادي الزبدة مع السكر البودرة، هنضربهم لما يهيشوا معانا. ولازم طبعا زي ما اتفقنا ان الخفق في البسكوت عشان ما يبقاش مكتوم، الشرط ان الحاجة تهيش والزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة. هنحط النشا على الدقيق بالشكل ده اللي حضراتكم شايفينه، ادي النشا على الدقيق، وادي البيكنج باودر، وهنحط الفانيليا على البيض. لو تتذكروا حضراتكم زي عجينة الباستا فلورا، باختلاف ايه؟ باختلاف ان انا بدي هنا نشا زي بسكوت اللانكشاير، هو اللي انا بديله نشا. ابتدت الزبدة دلوقتي اضرب الزبده ضرب كويس قوي، وما استعجلش. ودي الغلطه اللي بتحصل من حضراتكم في موضوع البيتي فور، ان احنا لما بنيجي نضرب الزبده بستعجل، ما بخليهاش تهيش معايا، وما اديش بيكنج باودر زي ما اتفقنا في البيتي فور، لان نسبه الزبده بتبقى عاليه جدا زي ما اتفقنا، فيها ميه هي اللي بتهيش للعجينه.
هنبتدي نلم الزبده تاني بالشكل ده كده شايفين اهو، واحده واحده. احنا ورانا ايه؟ ما وراناش اي حاجه، خلاص. احنا عايزين نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه والدنيا فيها ايه وهتوصل معانا لايه. المهم ان احنا نعمل الصنف زي ما اتفقنا، خدناه على يوم خدناه على يومين. المهم ان احنا في الاخر نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. وبعدين نضرب الزبده كويس قوي كده بالشكل ده. ابتدت تهيش معانا وتبيض، ببتدي انزل بالبيض الاثنين بيض واحده واحده لما يختفي معايا، واحده واحده لازم، ولازم البيض يبتدي يختفي معايا، الزبده تشرب البيض تمتصه. وبعدين يا شيف كميه عشان قليله، تمام. هنحط البيضة التانية كده. يبقى احنا قلنا على المقادير بالجرام وقلنا عليها بالكوباية، لازم الزبدة تشرب البيض اللي انا بنزل بيه واحدة واحدة، لازم. الشكل ده. وابتدي انزل بخليط الدقيق والبيكنج باودر والنشا معايا كده يا جماعه، واحده واحده، مش سرعه بطيئه كده شويه لغايه ما تبتدي ايه الدقيق يمتص الزبده اللي مع البيض اللي مع السكر بودره، وخلصت القصه. بنجيب الجهاز بالشكل ده كده، خلصت كده القصه بتاعتنا خلاص. الجهاز بيكون عندي كده بيكون سخن، ببتدي اخد كور صغيرة زي اللانكشاير برضه كده اهو، شايفين بكون مجهزة بالشكل ده. الجهاز ده بيعمل لي 24 واحدة، يعني هيطلع لي 12 واحدة من بسكوت الجزية، تمام. الشكل ده كده. نحط بقية الدقيق، ما بحبش انزل بالدقيق كله، ببقى ليا نظرة في العجينة. المقادير مظبوطة، بس انا عايز واحدة واحدة. بيكون عندي بقى ايه الحشو، اما جناش، بيكون عندي جناش او توفي كراميل او الشوكولاته اللي هي بتخش الفرن البطرمانات، لو كانت غاليه عليكم يبقى كفايه الجناش قوي. بس خلصت القصه كده بتاعتنا، وادي العجينه اهي يا جماعه، شايفين العجينه عامله ازاي. وبعدين استاذه رانيا، يا استاذه رانيا اهلا بحضرتك. محمود تسلم ايدك على الحاجات الجميله دي. الله يخليك يبارك لي في عمرك، تسلمي. محمود طبعا انت بتاع الجديد كله يا شيخ محمود، والله الله يكرمك، تسلمي. الله يخليك يا شيخ محمود. سؤال بس يا شيخ محمود، معلش، عايزه اعمل ايس كريم مانجا النهارده، وعايزه انا عندي المكنه وعندي محسن الايس كريم، عايزه اعرف بس البيز اللي احطه على على المانجا او الفاكهه قد ايه. طب حاضر هقول لك حالا. تسلم عينك يا شيخ محمود. عينيا اللي سعادتك تأمري بيه. حاضر، الله يخليك، ربنا يكرمك. تحت امرك. هناخد حته عجينه من هنا كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه، ونقول برضو على الايس كريم. هيبقى هبتدي اعمل كور بقى صغيره كده، ولما احطها تستوي بتاخد معايا في حدود دقيقه في المكنه. ادي واحده، ادي اتنين، تلاته، اربعه. ونقول الاول عملنا ايه، نخلص من الصنف اللي احنا عملناه ونرجع بعد كده. شايفين بحطها ازاي؟ يبقى انا هنا حطيت 300 دقيق، 100 نشا، نصهم زبده، يبقى قد ايه؟ 200 زبده، 2 بيض، ربع معلقه صغيره فانيليا، نص معلقه صغيره ايه؟ عارفين عامله زي اللعبه، ممكن الاولاد هم اللي يعملوها. نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره فانيليا، وخلصت القصه بتاعتنا. البيض، الزبده مع السكر، ابتدي انزل بالبيض والفانيليا، بعد كده الدقيق والنشا والبيكنج باودر، وخلصت القصه بتاعتنا. قفلنا الموضوع ده كده، وادي الشوكولاته عندي الجناشه اهيت. يا ست ام ياسمين اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا ست ام ياسمين؟ وحشتينا والله. الله يخليك ويبارك لي في عمرك، تسلمي. ربنا يخليك، ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. ام ياسمين اسكندريه صح؟ احسن ناس. اهل ربنا يخليك. اهل اسكندريه على راسنا. كان هتروحوا هتلاقوا طبعا، واحنا وراك وراك في اي حته. الله يخليك، يا ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا، وده شيء بيشرفني. ربنا يديك يا رب. الله يخليك، دعمكم ليا طبعا. هو المكنه دي منين بقى؟
المكنه دي، ما انا مش هقدر اقول على الهوا، ممكن اكتب لكم على الفيسبوك عندي. خلاص ماشي محمود. لا عناية تسلمي ليك. الله يخليك ويبارك لي في عمرك. تسلمي لي يا ست الكل، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. تقريبا في حدود دقيقه ونبتدي نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه، وبعدين يا شفنا، وبعدين 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 وبعدين. بالنسبه للايس كريم، كيلو سكر كيلو ميه على النار. انا ممكن افتحها وابص اشوف الدنيا فيها ايه وارجع اقفل تاني، مفيش اي مشاكل ابدا. كيلو سكر كيلو ميه، 200 جرام عسل جلوكوز هيغلوا على النار عندي. يا دوبك اول ما يغلوا هبتدي انزل بخمسة جرام محسن ايس كريم، بدي الخمسة جرام معلقه صغيره سكر كده، وابتدي انزل واقلب واركنه على جنب، بسيبه يبرد. باخد تقريبا في حدود 400 من البيز دوت، لما يبرد بديله 300 تقريبا، لا 250 مانجا، لانه هو جدول عندي جدول. ها شايفين الدنيا فيها ايه؟ ايه الاخبار؟ خد دقيقه بالظبط، بديله في حدود ايه يا شفنا، وقلب الكلام ده يا استاذة شيماء واحطه فين؟ شايفين المنظر؟ ها ايه الاخبار؟ واحطه في الفريزر عندي. اتكلم الاول استاذة شيماء. استاذة شيماء اهلا بحضرتك. خير يا شيف، صباح الفل على عيونك وربنا معاك يا رب، في كل مكان بتروح ربنا معاك ان شاء الله. الله يخليك يبارك لي في عمرك. تسلمي لي بحق اللي انت بتعلمه لنا ووقفتك معانا في كل مكان. الله يخليك يا رب. تسلمي لي، ربنا ما يحرمنا من ذوقك. لي طلب بس اخير يا شيف، بعد اذنك السينابون يا شيف. السينابون حاضر حاضر، عناية عناية، تحت امرك ان شاء الله ممكن نعمله. مميز بتاع الشيف محمود. نعم انا عايز اشيف السينابون المميز بتاع حضرتك. طب حاضر عناية، في اي مكان تروحه انت منور يا شيف. الله يخليك يا رب، ده شرف ليا خدمتكم، شرف ليا وانا تحت امرك. معرفتك والله. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. تسلمي لي، شاكر جدا لسعادتك. شايفين الدنيا فيها ايه؟ شايفين عامله ازاي؟ ها ايه الاخبار؟ الزيادات دي تتشال كده اهي، شايفين قطعه الجوز، شايفين العجينه بسيطه ازاي. وبعدين يا شيفنا، وبعدين عن طريق خله هي ليها. طبعا بشكر الدكتوره رشا جدا، دكتور خالد ربنا يكرمه ويبارك لبنتهم، دخلت ما شاء الله طب اسنان، ربنا يحفظهم ويحفظ الدكتوره رشا والدكتور خالد. هي اللي جابت لي المكنه مخصوص، قالت لي عشان تقدروا الناس يستفيدوا من الموضوع، حد مميز، حد اخلاق، تواضع غير عادي، انها تجيب المكنه لغايه بيت الشيف محمود هي وزوجها الغالي. فقلت لهم انا لازم اشكركم على الهوى. طبعا في ناس جميله، في ناس ما هم ربنا علم من شانها، هي ناس متواضعه وناس جميله، وكل اللي بتواضع، واحنا اصلا المفروض نكون متواضعين لله في كل شيء، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيعلم من قيمته ومن قدره طبعا. وبعدين نقرب دي كده شويه كده لمخرجنا الرائع، وهو يجيبها لكم بقى كده ويرجع، عامله زي القشر بتاع الجوز. صح كده مدام ميرفت ولا ايه الاخبار؟ مدام ميرفت اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام استاذتنا الغاليه. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك انت؟ تسلم ايد حضرتك. الله يخليكي ويبارك لي في عمرك. تسلمي لي. والله يا شيف احنا ما بيبقاش برنامج طبخ ده بيبقى اكاديميه، حضرتك يعني بتوصلنا للاخر يعني ما شاء الله، بنطلع من تحت ايدك اساتذه. ده شرف ليا لما اكون انا بالوصف دوت يا مدام ميرفت. والله يا شيف يعني حضرتك لما بتقعد تعيد وتزيد تخلي الواحد يعني يطلع من الحلقه حافظ الحاجه ما شاء الله، لانكم انتم مشاهدين مميزين عندي طبعا. ربنا يبارك لنا فيك وربنا يوفقك في اي مكان تروح يا شيف، واحنا وراك في اي حته ان شاء الله. الله يخليك، وده شرف ليا دايما اقول لكم انتم اهم عندي من اي قناه انا بشتغل بيها، انا بقولها على الهوا، انتوا اللي بقالي وانتوا اللي بالنسبه لي الخير كله من عند ربنا، بيكوا انتوا، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. بنسوي طبعا، هتاخد معايا في حدود دقيقه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بقى يبتدي اجيب الجناش او التوفي كراميل. الجناش بيتعمل ازاي؟ اكم من مرات قلنا عليه، اكم من مرات عملناه، بس في كتير تليفونات بتجيلي مش عارفين الفرق بين المروار والجناش. المروار حاجه والجناش حاجه. المروار ليه المروار ليه تركيبه والجناش ليه تركيبه. يا استاذه نعمه اهلا بحضرتك. استاذه نعمه، استاذه نعمه اهلا بحضرتك. السلام عليكم، ازيك يا شيف؟ عليكم السلام، ازاي سعادتك ست الكل؟ عامل ايه حضرتك؟ الله يخليك يا رب، تسلمي لي. معلش انا ليا طلبين عند حضرتك بس. سعادتك المقادير تاني بالجرامات. حاضر.
والعيش البلدي لان مش بيظبط معايا وبينشف مني على طول. العيش البلدي ما بيظبطش معاكي؟ نعمله حاضر واقول لسعادتك عليه. يعني لو حضرتك قلت لي المقادير برضو لو امكن يعني. حاضر فورا هقول على مقادير العيش البلدي. حاضر. والمقادير بتاعه البسكوت اللي حضرتك بتعمله دلوقتي فورا دلوقتي. فورا هقول لك على المقادير دي دلوقتي وعلى مقادير العيش البلدي. بصوا بقى كده الطبق الشياكة طبعا مش انا اللي عامله ده مش شغلي. هي لما جابته جابت لي المكنة البيت فجابت لي الطبق ده هدية والكوباية دي كانت مليانة بس الولاد قالوا لي عايزين ناكل منه فاديتهم الكوباية وقلت لهم سيبوا دي عارضها على الهوا بكرة. لكن ده مش شغلي مش مجهودي ده مجهودها هي. بصوا الشياكة والجمال. بصوا حتى الروح الحلوة يعني مش اديتني المكنة بس كمان اعمل الحلقة واوري الناس ده ايه سواء بالجرامات او بالكوباية. لا ده جابت لي كمان بسكوت بالشياكة. خلاص ده شغل الدكتورة رشا طبعا انا بشكرها جدا. حشا من جوه شوكولاتة نوتيلا. كلنا لازم نستفيد من بعض. كلنا لازم نستفيد من بعض ما نطلعش على كتاب بعض ابدا. ملوش لازمة ملوش لازمة. لو عرفنا الحتة دي هنرتاح جدا. يا مدام سوسو اهلا بسعادتك. صباح الفل يا شيف محمود. صباح الفل على عيونك. ازاي حضرتك؟ والله ما ينفعش كده احنا عايزين نشوفك كل يوم. خلاص هانت. انا قريت على بص بقى ما مش عايز اتكلم. انت اي مكان هتروحه هتلاقينا معاك. الله يخليك ده شرف لينا طبعا. تسلم ايديك على كل اللي بتعمله. بس انا لسه ممكن قطع عندي ولسه فاتحه. ولا يهمك فورا هعيد المقادير تاني. ربنا يخليك. واقول على مقادير العيش. نقول على المقادير دلوقتي بالكوبايه وبالجرامات. بالنسبه للكوبايه عندي 200 جرام زبده، كوبايه سكر بودره، كوبايه نشا، 3 كوبايات دي دبل كاب، 2 بيض، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره فانيليا. بالجرامات هيبقى 300 جرام دقيق، 100 جرام نشا، 2 بيض، 200 جرام زبده، 100 جرام سكر بودره. يبقى الدقيق والنشا 300 دقيق و100 نشا، نصهم الماده الدهنيه الزبده، والزبده والنشا قد السكر البودره مع الاثنين بيض والفانيليا والبيكنج باودر. خلصت القصه. هنضرب الكلام دوت زي ما اكون بعمل الباستا فلورا بالظبط. وهو حد يقول لي من حضراتكم ما اعرفش نعملها. اظن انت شاطره مدام ليلى في الحاجات دي دلوقتي صح؟ طبعا. انا بعتز باسم ليلى قوي على فكره. مدام ليلى ازيك يا شيف محمود؟ ازاي سعادتك؟ بقولك انا بعتز باسم ليلى جدا. ربنا يخليك يخلي ليلات كلهم يا شيف محمود. امين يا رب امين. وعلى راسهم الست الوالده وبنت حضرتك طبعا. يعني انت كده عرفتي المشاهدين ان والدتي اسمها ليلى. طبعا. هم ليه كنت بسال السؤال ده لزوجتي ليه زمان ما كانوش بيحبوا يقولوا على اسم الوالده ليه؟ ليه يعني على اسم ايه الوالده يعني ما اقولش على اسم والدتي ليه؟ طبعا على راسنا من فوق طبعا. الله يخليكي وربنا يخليها لك وبارك لك. حاجه غريبه يعني. والله الله يخليكي يا رب. امريني ايه الحاجات الجميله اللي حضرتك عاملها دي؟ والله بنحاول نتصل بحضرتك كتير جدا. انا من اسكندريه ام خالد. طب طالما قلت نتصل يبقى من اسكندريه طبعا. اللغه الجميله بتاعتكم اللي بتميزكم. ربنا يكرمك يا شيف يا رب وان شاء الله نشوفك على خير قريب ان شاء الله. ده شرف ليا طبعا. اهل اسكندريه على راسي من فوق. تسلمي لي. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. شكر ليكي جدا. اهل اسكندريه دول يا جماعه اصحاب افضل عليا. واكم من مرات قلت لكم يعني من الناس اللي هي يعني وقفت معايا كتير وانا عمري ما انسى اللي بيقف معايا. وبعدين يا ابتسام اخرتها معاكي ايه يا ابتسام؟ انا عايز اعرف. صباح الفل والهنا يا شيف محمود. صباح العسل على عيونك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ والله وحشنا جدا يا شيف. والله العظيم وانت اكتر. ربنا يخليك. عامل ايه يا شيف؟ والله سعادتك وحشنا كده. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا ما يحرمني من ذوقك. تسلمي. وانا فرحان. انت عارف يعني جمهورك فرحان قد ايه. ربنا ما يحرمني من ذوقك. ربنا ليل ونهار وبندعي لك ليل ونهار. الله يخليك يا رب. تسلمي. والله يا شيف ربنا يجازيك كل خير. الله يخليك يا رب. انا كنت يوم الجمعه عامله عيد ميلاد هاجر بنتي فبقول لها كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وهي طيبه بس طبعا. مش ده المهم. المهم ان انا الحاجه اللي عملتها عجبت الناس كلها طبعا. كل اللي من يدوق حاجه اقول له ده عمايل الشيف محمود، تعليم الشيف محمود. ربنا يا دايما بقوا يقولوا لي ايه تلمست الشيف محمود. ربنا يرفع قدرك. ليه شرف والله يا شيف ان انا بتعلم من حضرتك. وقد ايه ببقى مبسوطه كده ان انا بقول لهم الشيف محمود اللي بيقول لنا كذا بيعلمنا كذا. والله يا شيف والله ما تعرفش محبتك في قلوبنا قد ايه. ربنا يرفع قدرك دايما. ربنا يخليك ويحفظك والله. ودايما انت كده تاج على راسنا كده وقدامنا منور كده.
الله يخليكي تسلمي لي، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا، شكل ليكي قوي، ربنا يخليكي يا مدام ابتسام. بالنسبه للعيش البلدي بجيب دقيق، انا مش هعرف اجيب دقيق اللي هو البلدي اللي هو في الفران، لان الفران بتعتز بيه تقريبا، وعندهم ضمير برضو طبعا، من ضمن الناس زي بتوع الحواوشي كده وبتوع الكبده بتوع بره، فالناس دي بتتميز بالضمير العالي اللي هو طبعا رفع شأن البلد عندنا، فمش هيرضوا يديكوا ولا نص كيلو، ودايما ايه بيحبوا يحتفظوا بكل ذره دقيق عشان الشعب الكادح بتاعنا طبعا. فطبعا كل بقدم لهم الشكر طبعا، هم والبائع الحواوشي وبائع الكبده بتوع بره. فانت بتعملي ايه؟ بتجيبي نص، معلش ايه لازمه المقدمه دي يا شيف محمود؟ مش عارف، ما بعرفش امسك نفسي. طب وبعدين هتروح في ده يا شيف محمود؟ مش مشكله. طيب بتجيبي نص كيلو دي ابيض مثلا، بتدي له في حدود 200 جرام رده، رده ناعمه، خلاص، معلقه خميره، معلقتين سكر. شيف محمود انا عامله دايت، هو السكر مش هيأثر معاك، ممكن تدي معلقه عسل، ممكن ما تديش خالص، معلقه ملح صغيره، وميه للعجن. الميه هتغرك عشان الرده بتسحب ميه، انت تدي في حدود ربع كيلو ميه، وتعجني عجنه كويسه وتركيني على جنب، تسيب العجينه ترتاح شويه، عايزها تسيبها تخمر تخمر، هتقطعيها كور وتفرديها، تسيب العجينه تخمر، حاجه من الاثنين، يا تخش الفرن بفكره الجريلا بتاعتي العيش هينفخ معاكي، يا حاجه تانيه هتجيبي طاسه على النار تحطي العيش وتقلبيه، يا هينفخ معاكي يا يكون هنا في شبكه والنار شغاله هيقب معاكي. ممكن اوريلك مره او هتلاقيها على اليوتيوب عملي، وهتشوفيها ان شاء الله باذن الله تبقى زي الفل يا استاذه سماح. ما عملتيش انت يا استاذه سماح العيش دوت؟ ايوه. ازاي سعادتك يا ست الكل؟ ازاي حضرتك شيف محمود عامل ايه؟ سعادتك بخير، انا بخير طبعا. لا اكيد بعمل طبعا حاجات كتير من حضرتك. تسلم ايديك وعينيك، يا ربنا يرفع شانك يا رب. تسلم ايدك والله. الله يخليك يا رب، ربنا معاك. انا ماليش اي سؤال طبعا، حضرتك مش خايفين عايزين حاجه. الله يخليكي دايما يا رب. انا بس ليا رجاء. سعادتك تأمري. بتمنى حضرتك تشرفنا في التجمع الخامس بقى، امتى؟ التجمع الخامس ده انا على راسي، الوقت اللي تأمره فيه. يعني نفتخر بحضور حضرتك. الشرف ليا انا يا فندم والله. ليه الجمهور برضو هنا يعني نفسهم يشوفوا حضرتك. والله انا دايما اقول لكم انا بعتبر نفسي خادم ليكم، وربنا هو اللي اعلم في كلامي دوت. لا ازاي ما تقولش كده؟ الله يكرمك طبعا. تحت امرك. اللي سعادتك تأمري بيه. تسلمي لي ويسلم اتصال سعادتك، الله يكرمك يا رب، شكر. ها شفتوا يا جماعه عامله ازاي؟ ها طبعا اللي هي بيشوفها طبعا شايفين منظر البسكوته، مخرجنا الرائع مثلا هيزوم عليها كده وتشوفوا عامله ازاي، وتشوفوا شغل الدكتوره رشا، انا تلمزها المره دي. بصوا خلاص انا المره دي اللي تلمزها. حلو قوي ما بقى انا تلميز حد جميل زيها، حد جميل زي الناس. على فكرة هي ركنت الطب على جنب وغاوية قوي قوي قوي، بقت بروفيشنال في الـ في الـ في الطهي، في الحلويات، في عجينة السكر. تحيلت عليها كتير تطلع معايا قبل كده، كانت خجولة جدا، لكن عارفين قد ايه يعني تركن مجال الطب على جنب. وبس ربنا طبعا ان شاء الله بنتها ربنا يكرمها طبعا في اسنان ان شاء الله ويجعلها حد عالي، وبقت متمكنه لدرجه قلت لها انا عايزك تعلميني انا شغل عجينه السكر ده اللي انا بشوفه معاك، يعني ما شاء الله باشا من باشوات مصر في شغلها بتاع عجينه السكر. شفنا بقى الدنيا عامله ازاي، وشفنا كده عامله ازاي والدنيا فيها ايه. وبعدين الكيس اتقطع مني، لكن ما علينا ما علينا، هنقدر نعالج كل حاجة. احنا ورانا ايه؟ احنا ورانا ايه؟ هاتلي الطبق كده. تمام؟ ايه تاني اسئلتنا؟ ايه تاني يا اسلام؟ في اسئلة تانية؟ اسلام قلنا على العيش وقلنا على الايس كريم. سماني نقلع ده كده خلاص. عايز احشيها بقى مربى، يعني مش لازم شوكولاته نوتيلا او لازم ال الله. معقوله ناقص لنا دقيقه؟ الوقت بيعدي معاكم بسرعه ليه كده يا استاذه ساميه؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا متشكرين جدا على حاجه بتعملها الجميله دي كلها. الله يخليكي ويبارك لي في عمرك. تسلمي لي. انا مع سعادتك. واحده واحده ولا يهمك. انا كنت عايزه بس اعرف مقادير الحاجات اللي بتعمله ده وطريقته.
وكنت عايز اعرف الجهاز ده اسمه ايه ونجيبه منين. طب الجهاز انا مش هقدر طبعا اصرح بيه على الهواء عشان ما بقاش اعلان، ولكن ان احنا نقدر باذن الله اوصل لحضراتكم عن طريق الفيسبوك ممكن يكون موجود فين. حاضر عناية. بالنسبه للمقادير هقولها لسعادتك حالا. اي سؤال تاني؟ تحت امرك اللي سعادتك تأمري بيه. بالنسبه يا جماعه للمقادير هنقولها تاني، 3 كوبايات دقيق اللي هي بالكاب، كوبايه نشا، كوبايه سكر بودره، 200 جرام زبده، ربع معلقه صغيره فانيليا، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، او 300 دقيق 100 نشا، 100 سكر بودره ده بالجرامات، 200 جرام زبده، وخلصت القصه بتاعتنا. وادي كده بالحشوه بتاعتنا، ونقدر ان احنا نعمل الكلام دوت. العجينه طبعا انا مش عايز اقول لكم العجينه هتطلع لي كام واحده، العجينه هتطلع كميات جامده جدا من البسكوت دوت، بس هي المكنه احنا قلنا مكنه الوافل لا تتعدى دلوقتي كانت ب 400 جنيه و 500 جنيه في الماركات اللارج او اللي حضراتكم عارفينها كتير قوي كلمتكم عليها، لكن موجوده دلوقتي الصين عملت منها ب 100 وحاجه حاجه زي كده، فطبعا المكنه هتفضل قاعده معايا ان انا اقدر اعمل وحده الوافل. انتوا عارفين الشيف احمد القاضي كلمني، الشيف محمود انت عملت كورونا؟ قلت له اه طبعا، في حاجه ولا ايه؟ قال لي لا ما فيش حاجه، ما تشخطش فيا كده. قلت له امال بتسال ليه؟ حبيبي طبعا انتوا عارفين الاستاذ الغالي. قال لي تعرف الوحده بتتباع بكام يا شيف محمود؟ قال لي والله الوحده بتتباع في محل جنبه ب 30 جنيه كورونا. يا الله معقوله؟ قلت له ليه يا ابني، في ايه يعني، ايه اللي حصل في الدنيا؟ هي الناس ما تاكلش. فعايز اقول لكم على حاجه، مش وصفه الشيف محمود بس، طبعا استاذنا الرائع وصفاته طبعا غير عاديه لان هو بيتميز بوصفاته الرائعه. حاضر، لكن اللي انا عايزه منكم خدوا الوصفه ومش هتطلع معاكم من اول مره بروفيشنال. كلنا بنتعب، لو قعدنا على القاعده الثابته بتاعتنا اللي احنا عارفينها هنفضل، لكن احنا بندور على الجديد وبنجربه وبيبوظ مننا مره واثنين وثلاثة لغايه ما بنوصل ايه اللمسات اللي فيه اللي صح وبنوصلها لحضراتكم. خلي عندكم صبر دايما وبالراحه واشتغلوا هتعملوا احسن من الشيف محمود واحسن من اي حد. بكره ان شاء الله ممكن بالنسبه لي يكون عندي وجبتين صيني كده من الاكلات الصيني الرائعه، بس مش هلحق افرد المكرونه الصيني، بس لو دخلت على اليوتيوب هتشوف كنت فاردها ازاي واعملها ازاي، على اساس ما نجيبهاش من بره غاليه شويه. بشكركم جدا على الوقت اللي حضراتكم بتدهوني، وربنا يخليكم ليا، وان شاء الله القاكم غدا على خير، والسلام عليكم.